النهاردة هلعب لعبة اسمها ايه اللعبة؟ ها؟ لعبة الاستغماية. ايوه بس هي لعبة يعني شو شباب لعبة الاستغماية. طبعا يا شباب انا لوحدي ومايلي وخاله مع بعض دلوقتي، انا احنا الاثنين مستخبيين انا ومايلي. ايوه انت ومايلي. خلو بس اللي شوفنا خاله. ماشي مش هنشوف. عارف انا عرفت منين؟ عرفت منين؟ عشان انت اللي معاك، عشان معيش حد. ايوه يا ابن اللذينة. طبعا نسيت اقول لكم يا شباب النهارده هلعب مع مايلي وخاله. ازيك يا مايلي؟ ازيك يا خالو؟ ازيك يا مينا؟ يا اللي بتموت خالو. انت مستخبي برضه اهو. انت مستخبي ازاي يا كابتن؟ انا رجعت تاني اهو. كابتن مش انا قتلتك؟ انا رجعت تاني. هو انا قتلت؟ اه ماشي. معرفش. ازيك يا حمام، انت عندك رساله ولا ايه؟ مستخبي انا. طب مستخبي فين بقى؟ انا مش هقول اقول لك، لازم اقول لك. ايوه لازم، ما ده قانون اللعبه اللي انا اكسب. وانت مالك مستخبيه يا مايلي؟ اوعى تقولي المكان. مايلي انت مستخبيه فين؟ عشان الشباب يعرفوا. ايه اخبارك يا مايلي دلوقتي؟ انت في امان ولا مش في امان؟ في امان. ماشي. المهم دلوقتي احنا ايه؟ اول ما نحوله بقى حكايه اللي هو مين يستخبى عشان نموتوه بقى بسرعه. ماشي؟ عشان هو موتني وانا مش هسيبه. تاخد حقك. طبعا مش حد ياخد حقه مني. وتعبت بقى من الناس الضيقه. عرفت مالي فين؟ مالي هنا. انا شفتها في هي مكان خشب. مالي خبي نفسك يا مايلي. طب صديق ساعدني. ساعدك ايه؟ انا اسطوري، علي اي حد عادي. انت فينك؟ انا مش اسطوري، مش الدرجات دي يعني. انا كده كسبنا. خلي بالك، يلا بينا مايلي. كده بينا مستخبي. انت شفت؟ لا استنى، مفيش حاجه. يلا بينا مايلي، اجري عشان نجيب موتوبه بسرعه. يلا بينا يا مايلي. خلو تعالى معايا. يلا تعالى انت معايا بس كده. انا هشيل لكم. خلو اهو. رايك في الحركه دي؟ تعالى. خلو معايا. انا اهو. انا اهو. ضربتني طلقتين بس. ثلاثة. تيجي ورا مايلي؟ اه. شاطر. ناخد حقنا من الولا. شاطر يا مايلي، عايز تجيبوني. عمركم ما هتجيبوني. بس بقولوا لي اضرب اضرب. مايلي بتبص. انا بضرب ازاي تانية خالص. مايلي غشاش. طلق مرتنا كاني كابتن. انا بص وراك، بص وراكي، بص وراكي. حاسس ان انا بقيت بغبغاي، معرفش ليه. مين مش هسيبك؟ سايبك كلنا على مايلي. مش جاي اجري مع نفسي كده ولا عارف انت فين ولا مايلي فين. لا ايوه ايوه يا ابن اللذينة. انا بخلي بس ما اقلبش عليا. نفسي نفسي كده موتك حتى لو سبت. انت شكلك عايز
عايز قلبي صح؟ تبيعه ب 100,000 صح؟ مش هستيه بقى. عايز قلبي. يلا مايلي يا رب موتوها مايلي. انسى 10. اوعى حسين. كسبوا كسبوا شباب. يا مايلي استخبي بسرعه بقى. شباب مش عادل ده. استخبي بسرعه عشان ده ايه جاي؟ ماشي ماشي. بقى كده انا عايز اعرف لو عايز اغير شكلي لحاجه ثانيه بعملها ازاي؟ هوريك بعد ما اخلص الفيديو بس ماشي. مينا بص انا كرسي بديت مكان. شكرا. ما واضح عرفت فين. ايه يا مايلي الموضوع يا مايلي؟ انا مستخبي في حته عبيطه خالص. اي حد هيشوف. ماما انا كنت نفسي بقى الكوبايه واقعد اجري وراها بس مش عارف ابقى الكوبايه ازاي. نفسك؟ انا نفسي ابقى الكوبايه بسرعه وشلبوك. انا نفسي ابقى شلبوك مين؟ طب بص تعالى عند المطعم وانا اقول لك. بقى منهم هضرب اكتر غير ما انت تحاول. تعالى المطبخ. هاي المطبخ؟ عايزين الغدا. يلا يا عم انا جاي في المطبخ. انت شايفني بقى شقتي يا عم. تعالى تعالى بص نشيل على دي ودوس عليها العلامه اللي هي كوبايه دي وهي ايوه. اه انا كده اهو. يلا بس هضربك برضه. ماشي يا بابا. بقى انت كمان زيي عشان ايه نستخبى؟ حاسس انا مش شايفه. انا انتقم انتقم عشان تضربتني. انت اللي انتقمت مني زاني وانا مش عارف انتقمتني. موتني يا مولاي. موتته في ثواني. ابو اسطوري يا ابني. مش شايفك انا كده. فلشتها. يلا ارجع انت كمان. يلا ارجع دوس على البتاع ده وارجع تاني. مايلي دوس على الجرين ده. موتنا انا كمان. يلا بينا بقى. مين اللي كسب؟ ماشي يا عم مبروك. يس انا بيست بلاير. مبروك يا عم مينا. بس كده بقى يا شباب عشان ما اطولش عليكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة وبس. باي 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 باي.